اسمي خالد. خالد ياسين. عندك كام سنة؟ عندي 17. العقبية هناك أول ما دخلنا المعاملة شتيمة ماشي، وأول حاجة شتمونا وهم مفتشيننا ومدخليننا جوه المباحث هناك. هما مسلطين المساجين، اللي يخش يضربوه أول واحد يخش دوت يضربوه. وفعلا كان معانا واحد أول امبارح معلقوله المشنقة في بقه هنا، ملاية عملها له زي المشنقة كده ومركبينها له في بقه، وبقى بالملة على ظهره والشلاليت، وبيديله بالكعب رجله وبالكوع من هنا على ظهره. الواد عيني ظهر اتدمر خالص لحد وقت هنا، جسمه متعلم من المشنقة اللي هما كانوا مركبينها له، وضرب فيه إهانة. بس المباحث هي اللي عاملة كده، بتاعت الإصلاحية دي المعاقبية. لكن عندي زيارة أول امبارح لموصل العقبية في المرج، ف يعني المسؤولة عن حالة الأطفال النفسية هي دكتورة ضابط دكتور. قالت لي اه ده سجن. قلت لها لا ده مش سجن، دي مؤسسة عقبية لتأهيل الأطفال مش أكتر. قالت لي لا سجن، والأطفال بيتعاملوا فيه معاملة المسجونين، وفي نبطش للعنبر. فرحت يعني كل حاجة، بصي إهانة في إهانة في إهانة، ضرب وشتيمة وقلة كرامة وكل حاجة. انا بص العنبر دي عشان الناس اللي ما تقدرش تفهم، ده بيبقى شخص قيادي من جوه العنبر من المسجونين، شخصيته قويه مسيطر بشكل او باخر، هو اللي بيقود العنبر. يعني ناموا ناموا ويصحوا يصحوا. واحد اسمه النمس هناك، اللي هو ماسك العنبر، اللي هو اسمه النمس. فالنمس ده وقت واحد من العرب من عندهم، عرباوي هو. فواحد من العرب من عندهم قال له دخل رئيس المباحث بتاع العقبية هناك، قال له الإيراد دوت لو ما تعصبش زي ما كل الإيراد اللي بيخش انت هعمل لك قضية. بيبقى مسؤول الإدارة بشكل غير قانوني جوه المكان ده. الأطفال لما راحت المؤسسة دي أول يوم اتعمل عليهم حفلة استقبال بالظبط زي المكان اللي بتحصل لنا أيام قبضات حسني مبارك زمان. بس هي المباحث هي اللي عاملة كده، مش اللي هم المساجين مش من نفسهم. المباحث هي اللي عاملة كده، قالوا لهم اللي يخش أول حاجة ده يعني اللي هم لسه جداد أول مرة يخشوا دولت يتدربوا لما يموتوا. كل مكان من دول ليه اختصاص بفئة عمرية محددة. كل الأطفال اللي راحوا الثلاث أماكن كلهم تم الاعتداء عليهم وتعذيبهم بشكل واضح وصريح. انتوا واخدين فلوس من مين بس بشتيمه بقى وقله الادب وقعدوا يشتمونا؟ انتوا واخدين فلوس من مين؟ قولوا عشان تخرجوا من هنا بس بقى. المباحث غير اللي هم ماسكين الحجز جوه في العقبيه دول، فقالوا لنا انتوا واخدين فلوس من مين؟ انتوا تسول وانتوا. قلت لهم الحمد لله، انا اول مره اتمسك، اول مره اتحبس، واول مره اتمسك. وزميلي نفس الكلام، ما عليهوش محضر تحري، وانا نفس الكلام معلش ما حدا افتحها. قعد يشتم ويقول لي هنعرف ومش هنعرف. ممسوكين الوكيل اللي هو اللواء اللي هناك ده، الوكيل يعني هو اسمه الوكيل اللي هو طارق. فممسوك هو دوت اللي ماسكنا، اللي ماسك العقبية هناك ماشي. فمسكنا هناك امبارح، كلمنا قال لنا تطلعوا من هنا ولا تجيبوا سيرة حاجة حصلت، ولا اتضربتوا ولا اتشتمتوا ولا الكلام ده كله. قلت له حاضر من هنا، مش هقول اي حاجه من دول. قال لي عشان تطلعوا بس تطلعوا ما تقولوش اي حاجه من اللي حصل. قلت له حاضر.